اهلا بكل متابعي منصات اليوم السابع في كل مكان في لايف اخباري جديد بنقدمه لكم من داخل صاله تحرير اليوم السابع. مستمرين معاكم في متابعه على مدار اليوم لاخر التصريحات والكلمه اللي ادلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده للمنطقه الغربيه العسكريه. كانت من بين تلك التصريحات تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان اي تدخل مباشر للدوله المصريه في الأزمة الليبية سيكون له الشرعية الدولية، سواء كان خلال ميثاق الأمم المتحدة أو حتى من خلال السلطة الشرعية المنتخبة الوحيدة الليبية وهي مجلس النواب الليبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن هذا التدخل سيكون بهدف حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وأيضا دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. وفي ضوء هذه التصريحات ينضم إلينا السيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ونائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربية للتعليق عليها. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء النور. أولا، كيف تابعت هذه التصريحات وما دلالة هذه التصريحات في رأيك؟ هو طبعا بلا شك إن هذه التصريحات كان بتلمس أو لها مؤشرات كبيرة جدا في الوضع الراهن بالنسبة للموقف الليبي. ويمكن احنا النهاردة سيادة الرئيس لما اتكلم النهاردة كان بوصل يعني تصريحا تلميحا وليس تصريحا لقوة الجيش المصري وجاهزية الجيش المصري وإمكانيات الفائقة للجيش المصري وأعداد الجيش المصري من ضمن الجيوش القوية في العالم كله والأول في منطقة الشرق الأوسط. ده دلالة كبيرة جدا، ولابد ان الاخرين ينظروا له بهذا المعنى. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قبل ان يكون رئيس هو طبعا مدير المخابرات الحربيه وايضا وزير الدفاع، فيعلم جيدا مدى جاهزيه القوات المسلحه في تلك اللحظه. ايضا عندما نتحدث عن الوضع في ليبيا وقال ان هناك شرعيه دوليه وضمن مواثيق الامم المتحده في ذلك الامر، أؤكد إن البرلمان الليبي، البرلمان المنتخب والشرعي، الجهة الشرعية المنتخبة بإرادة الشعب الليبي هو البرلمان الليبي، ويمثله رئيسه الرئيس عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي. يمكن نؤكد إن إذا كانت اتفاقيات يبرمها البرلمان ويصدق عليها البرلمان هو ممثل الشعب الليبي. وأيضا أؤكد إن موقف مصر إذا كان هناك في أي نوع من التدخلات هو تدخل لصالح حقن الدماء الليبية، تطهير الأرض من الإرهاب ومن المرتزقة الموجودة، والحفاظ على ثروات ليبيا وإعادة ليبيا بمستقبل مبهر في المرحلة القادمة. بالتأكيد الحفاظ على الأمن القومي المصري، لأن احنا دايما نتحدث أن الأمن القومي ليس في حدود الدولة ولكن هو ما بعد الحدود، وهو الأمن القومي المصري ومفهومه الحقيقي ومفهومه العام. بالتأكيد، وهذا ما أكد عليه الرئيس اليوم. تحدثت عن أن ما حدث اليوم هو تلميح بقوة الجيش المصري، هل تتوقع أن بعد التلميح يكون في تدخل مباشر فعلي على الأراضي الليبية؟ شوف لوحدك حاجة، يعني هو طبعا يعني نحن دولة بتاريخنا وجيشنا عمرنا ما كنا دولة معتدية. احنا عمرنا ما انتقلنا خارج حدود الدوله المصريه، لكن انا بقول لكل حدث حديث. لكن اذا مس في يوم من الايام الامن القومي واذا كان هناك في مطالبات من القوى السياسيه والبرلمان الشرعي الليبي وايضا من ابناء القبائل والشعب الليبي للتدخل للحفاظ على الوحده وحقن الدماء اللي موجوده من المرتزقه، احنا النهارده شايفين آلاف المرتزقة يعبرون من خلال انتقالهم من العراق وسوريا عن طريق تركيا إلى ليبيا. هذا بيهدد مش الأمن القومي المصري، هو بيهدد الدولة الليبية والشعب الليبي وأيضا القبائل الليبية اللي موجودة هناك. وده يمكن أنا شايف النهاردة يمكن دعوة من القبائل العربية المصرية، بنقول لأبنائنا وأخواتنا في ليبيا أنتم أبناء أحفاد عمر المختار الذي قدمتم للشهداء ولتحرير الأرض، أعتقد أنتم ليس بقليل عن آبائكم وأجدادكم،
أن تقدموا ملحمة من خلال توحد القبائل الليبية، من خلال النظرة إلى وحدة ليبيا والحفاظ عليها. بالتأكيد بالتأكيد دور القبائل، يعني بالتأكيد دور القبائل العربية مهم، ودي فرصة عشان أسأل حضرتك إيه هو موقفهم من تدخل مصر المباشر لدعم ليبيا؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، دايما العلاقات المصرية الليبية علاقات ممتدة، تربطها ايضا علاقات غير العلاقات الحكوميه على مستوى الحكومه ولا على مستوى الدبلوماسيه. لكن هناك علاقات اجتماعيه كبيره جدا من مصهره ومن نسب، ومن ايضا الجانب الليبي يمكن ليه في مصر امتداد واستثمارات، واحنا يمكن لنا علاقات بالجانب الليبي بعيدا عن الحكومات. تتحدث باسم الشعب، الشعوب، لغه الشعوب ودبلوماسيه الشعوب، في روابط وقواسم مشتركه، قبائل مشتركه بين الجانب الليبي والجانب المصري. اذا ده هيأثر ازاي على موقفهم استاذ سليمان؟ نعم فندم، ده هيأثر ازاي؟ يعني طبعا حضرتك اتكلمت عن العلاقات الجيده جدا بين العلاقات التاريخيه كمان بين مصر والقبائل، ولكن الان في هذا الموقف، ما هو موقف القبائل العربيه من التدخل؟ بدعوا ابناء القبائل العربيه، ويمكن هم ليهم دور كبير جدا جدا، هم على الارض يعلموا جيدا على الارض الموقف، بدعوهم للتماسك، وادعوهم ايضا الى الحفاظ على الارض الليبيه، وايضا نحن مساندين لهم في اي اتجاه، او ايضا مساندين لهم في اي قرار. وانا دايما بقول الحفاظ على الدم الليبي، وده امر مهم جدا. وحده ليبيا اكبر من اي كيان واكبر من اي فصيل، وحده ليبيا والتوحد حول علم واحد ودستور واحد وخريطه طريق وبرلمان، اعتقد ان هو اكبر من اي اسماء، واي حد هيكون هذه البلد او هيكون وطنه. بالتاكيد بالتاكيد التاريخ. كان في يعني حضور من اطراف من القبائل الليبيه اليوم، ايه دلاله ده؟ ده دلاله ان القبائل الليبيه تؤيد وتؤازر الموقف المصري. ده مؤشر قوي جدا جدا ان القبائل الليبيه ترحب، بل القبائل الليبيه منذ سنوات طويله وتطالب بتدخل المصري. يمكن احنا في مرحله نتحدث عن الدبلوماسيه الناعمه، وبعد ذلك الدبلوماسيه الخشنه. يمكن احنا شايفين النهارده الموقف، ابناء القبائل زورهم النهارده في الكادر او في الصوره، ده دلاله قويه جدا ان ابناء الشعب الليبي يطالبوا مساندة اخواتهم المصريين في تحرير الارض من المرتزقه ومن الجيش التركي الغازي. الرئيس السيسي اليوم تحدث عن الشرعيه الدوليه من خلال ميثاق الامم المتحده والبرلمان الليبي اللي بيدعم اعلان القاهره وبيدعم الموقف المصري. خلينا في ردود الفعل الدوليه، ما هو السيناريو المتوقع لردود الفعل الدوليه على التدخل المباشر الذي يمكن ان يكون في ليبيا؟ لا، هو شوف احنا كدولة لنا سيادة ودولة نحترم المواثيق الدولية، نحن دولة عضو في الأمم المتحدة. يمكن النهاردة السيد الرئيس تحدث من خلال أنه لن يخرج عن إطار الشرعية ولا على إطار منظمة الأمم المتحدة ولا المواثيق الدولية المنظمة، للحفاظ على السيادة في كافة الدول واحترام الشعوب. يمكن هذا هو المسار الذي ستتخذه مصر. ويمكن ده دايما بنقول ان مصر هي دوله غير معتديه، دوله لها احترام المواثيق والقوانين الدوليه. ويمكن النهارده البرلمان الليبي بتوقيع مذكره تفاهم، اعتقد ان هيكون لها دور وستكون هي المظله الشرعيه لأي تواجد مصري في داخل ليبيا، وبالتالي ستتفهم الدول من الشعب الليبي طبعا. وبالتالي ستتفهم الدول هذا طبعا. موقف مصر بالنسبه ستنظر لها الدول من خلال المواثيق الدوليه ومظله الامم المتحده. كل هذه الدول، اعتقد دول كثيره جدا، سترحب بموقف مصر ومبادره مصر. واما في دول اصحاب المصلحه والدول الغازيه والتي لديها الاستعمار ونهجها النهج الاستعماري، اعتقد هتكون رافضه هذا. طيب البرلمان الليبي طبعا بيدعم الموقف المصري، ويعني الى اي مدى ترى اهميه دور الموقف المصري في
الوضع في ليبيا، الى اي مدى يمكن ان تغير مصر الخريطه الليبيه وتعبر بهذه الازمه الى بر الامان في رايك؟ شوف، هو طبعا دور المصري دور ليس دور منفرد، لكن دور مصري هو دور تحت مظله مجموعه من الدول، تحديدا اشقائنا الدول العربيه، في سواء الجزائر او تونس او مصر او السعوديه او الامارات، كافه الدول العربيه نحن نعمل من خلال مظله تحت مظله جامعه الدول العربيه. ايضا هذا هو راي جماعي او شبه جماعي بالنسبه لوحده ليبيا والحفاظ على الشعب الليبي. ايضا يمكن صرحنا والجامعه الدول العربيه والدول كافه الدول صرحت برفضها التام للاحتلال وغزو التركي الى الاراضي الليبيه. وانا بعتبر ده موقف يمكن من زمن طويل، لن يكون هناك موقف عربي موحد او شبه موحد، لكن انا بقول إن اتت الوقت ان يكون هناك دور لجامعه الدول العربيه، وايضا ان يكون هناك تحت مظله الشرعيه في واحترام موثيق الدولي. بالتاكيد، بما اننا اتكلمنا عن الدول العربيه، النهارده كان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق الوطني الليبيه في زياره للجزائر، هل هذا يعني كيف ترى هذا في الأحداث التي تحدث الآن؟ كان في زيارة للجزائر، وتحدثت الجزائر عن نية للتوسط أيضا. أعتقد أن السراج ضل الطريق تحت ما يسمى بحزب النهضة وجماعة الإخوان الإرهابية، أعتقد. لكن كان في زيارة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. لا تاني فن ما سمعتش. كان في زيارة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. تمام. هو رأيه هو طبعا بلا شك، بقول لك ان هو السراج بيعمل تحت مظلة جماعة إرهابية، يمكن هو ليس بصاحب قرار، لكن هو بيتم تلقينه او يتم توجيهه. هو يمكن بيحاول ان هو يروح لاكتساب رأي دولي من خلال الدول العربية، واعتقد ان الدول العربية لها موقف ثابت. نحن لدينا مواقف ثابته، يمكن احنا نحيي من هنا قضيه ليبيا القوميه العربيه من جديد. التراب العربي هو تراب واحد. ايضا نحن نرفض تماما الدول العربيه، يمكن دي رساله لكل زعماء العالم، نحن نرفض تماما اي غزو ايا كان تحت اي مسمى العثماني، مسمى التركي، باي شكل من الاشكال نحن نرفضه تماما. واعتقد ان نحن نراهن على زعماء العالم وزعماء الوطن العربي، سواء رئيس الجزائر او رؤساء الدول، انهم لن يتغيروا ويكون وقوفهم ثابته في المرحله القادمه للحفاظ على الشعب. بالتاكيد. السيد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربيه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جدا. شكرا جزيلا لكل متابعينا على موقع اليوم السابع وكل منصاتنا الاخباريه. شكرا جزيلا، الى اللقاء.